مع إطلالة يوم جديد خرجنا من صخب العاصمة دوشنبي باتجاه ريفها الساحر. هنا حيث الجنان التي تبعث في النفس الأمان وكرم إنسان هذا المكان رغم عسر الحال. كانت وجهتنا إلى منطقة وحدات التي تبلغ ساعة ونيف عن حضارة العاصمة، والتي كان يسكنها العشرات من العائلات الذين كانوا يعتمدون على الفلاحة الموسمية ويعانون من شح المياه الوفيرة في بطن أرضهم. وبالتالي وجدنا في السقيا خير سبيل لنبع عطاء جديد، وبالفعل قام مؤتمر ومعرض ديهاد بتمويل حفر عدد من الآبار الكهربائية في مناطق متفرقة من القرية لخدمة أكبر عدد ممكن من الأهالي، والتي أصبحت بعد إتمامها عنواناً لحياة الأحياء الذين كانوا يتكبدون المشقة للوصول إلى نبع بعيدة لجلب حاجاتهم اليومية من الماء. من بين المواقع التي وقع الاختيار عليها كان بين مدرستين ليستفيد من البئر المئات من الطلاب العطشة. استقبال الأطفال لنا كان أشبه بالمهرجان، كانوا يلبسون أجمل ما لديهم ويقتربون على استحياء تارة، وتارة يقفزون من الفرح لقدوم الزائر الغريب الذي أحيا أرضهم من جوفها بفضل رب السماء. اسمي مادي سويفا فطيمة، طالبة بالصف الثامن. بالنيابة عن المدرسة الشاملة أريد أن أشكركم على جهودكم لتوفير المياه النقية لنا، وأريد أن أقول بأننا لن ننسى صنيعكم هذا. شكراً لكم جميعاً على مجهوداتكم. وأما عن الأهالي فقد ارتوينا بفرحتهم التي لم تكن بحاجة للترجمة الحرفية. اسمي فينوز خولوف، أعمل مدرساً للغة الإنجليزية. أود أن أشكركم جميعاً على زيارتكم لنا وعلى توفير هذه المياه العذبة والنقية، وأريد أن أعرب عن فرحتنا بمساعدة ديهاد والهلال الأحمر الإماراتي لنا. نحن وأسرنا سعداء جدا بمساعدتكم هذه، حيث سيستفيد أكثر من 700 شخص من هذه المياه العذبة. وفي الختام لا يحلو الكلام إلا بذكر سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: ليس صدقة أعظم أجرا من المال.